الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين وأسوة للناس أجمعين. أرسله للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، السيد المطاع على عباده الحجة بلا نزاع. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا، صلاةً تخرجنا بها من ظلمات الوهم، وتكرمنا بها بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم أنت علام الغيوب. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. مستمعي الكرام، نستكمل الحديث عن الموضوع المتعلق بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك من حيث الأسوة والقدوة. تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى أمرنا أن نتخذه قدوة وأسوة حسنة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اليوم نتحدث عن سيرته صلى الله عليه وسلم الأسرية، عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم الأسرية. كيف كانت؟ كيف كان يتعامل مع أزواجه في البيت؟ كيف كان يتعامل مع بناته عندما تكون هناك خلافات بينهن وبين أزواجهن؟ وإن سيرة هذا النبي العظيم سيرة عظيمة في جميع الجوانب، وإنه ما من أحد من العظماء إلا وله نواحي يحرص على سترها وعلى كتمان أمرها، ويخشى أن يطلع الناس على خبرها. نواحي تتعلق بشهوته، أو ترتبط بأسرته، أو تدل على ضعفه. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه، فقد كشف حياته للناس جميعا، فكان كتابا مفتوحا ليس فيه صفحة مغلقة ولا سطر مطموسة. لا نجد صفحة مطبقة ولا سطرا مطموسة يقرأ فيها من شاء ما شاء. أذن لأصحابه أن يداعى عنه ما يكون منه وأن يبلغوه، فرأوا كل ما رأوا في ساعة أو ساعات الصفاء وساعات الضعف البشري، وفي ساعات الغضب وفي ساعات الرغبة والانفعال. وحينما نتحدث عن الغضب الذي يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يكون لله. نعم، تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع الأحوال. روى الصحابة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كله، وروى نساؤه كل ما كان بينه وبينهن. أزواجه أمهات المؤمنين روين عنه أموره الخاصة في بيته، لأن فعله كله دين، ولأن فعله كله شريعة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وروى عنه أصحابه كل شيء حتى نقلوا ذلك للأمة، وصفوا اضطراب لحيته في الصلاة، ورووا ما يكون في حالات الضرورة البشرية. فعلمنا كيف يأكل، كيف يلبس، كيف ينام، كيف يقضي حاجته، كيف يذكر الله، كيف يصلي، كيف يحج، كيف يتنظف، كيف يغتسل، إلى غير ذلك من الأمور الخاصة والعامة. أروني عظيما آخر أذن للناس بأن يرووا عنه كل شيء، وقال هاكم سيرتي وهاكم أفعالي فاطلعوا عليها. إنما ذلك لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا
فعلى الجميع أن يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب مواقعهم ليتمكنوا من التأسي به عليه الصلاة والسلام. فلا يسع الزوج إلا أن يعرف الرسول الزوجة، ولا يسع الحاكم إلا أن يعرف الرسول العادل في حكمه، ولا يسع القائد إلا أن يعرف الرسول القائد القدوة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة في فن التعامل مع الزوجة، كان نبراسا لإرشاد الناس إلى الرقي بالتعامل مع الزوجة معاملة حسنة يظهر أثرها الإيجابي في الحياة الزوجية والاجتماعية بالتعبير المعاصر. ومن ثم سنتحدث في هذا اللقاء وفي غيره من اللقاءات بعون الله تعالى وتوفيقه عن صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، وعن تربية النبي صلى الله عليه وسلم، وعن إرشاده لنسائه رضي الله عنهن ليكن قدوة لنساء المؤمنين. ونتحدث عن مشاكل في بيت النبوة، وعن كيفية حل النبي صلى الله عليه وسلم لها. الجانب الأول صور من حياة النبي صلى الله عليه وسلم الزوجية، ومن هنا للتبعيض، هي صور فقط لا يمكن أن نحيط بكمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم 11 زوجة كما هو معلوم، وهن خديجة بنت خويلد، وعائشة بنت أبي بكر، وحفصة بنت عمر، وسودة، وزينب بنت جحش، وزينب بنت خزيمة الهلالية، وأم سلمة، نعم، وأم حبيبة، وميمونة، وجويرية، وصفية. وقد مات عن 9 منهن على الراجح من الأقوال، وماتت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وزينب بنت خزيمة رضي الله عنها قبله صلى الله عليه وسلم. وقد عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجاته الطاهرات حياة سعيدة طيبة، تمثل تطبيقا عمليا دقيقا لقول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف. طبق هذه الآية في سلوكه ومعاملته صلى الله عليه وسلم: وعاشروهن بالمعروف. والمعروف كلمة جامعة لكل فعل وقول وخلق نبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان خير الناس في تعامله مع زوجاته، كيف لا وهو القائل عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي من حديث عائشة رضي الله عنها. وهذه الخيرية تمثلت في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم وفي بيته ومع زوجاته. وكم نحن بحاجة إلى أن نتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته الزوجية. سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها كما في البخاري: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الرجال بالنساء خيرا، وحثهم على الإحسان إليهن ومعاشرتهن بالمعروف، وكان صلى الله عليه وسلم القدوة الحسنة لهذه الأمة، فكان أفضل الناس وأرحمهم وأرفقهم في معاملة أهله وعشرته. ومن مظاهر ذلك ما تخبر به عفوا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث، عندما سئلت رضي الله عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وكيف كان يصنع. قالت: كان يكون في خدمة أهله، بمعنى أنه كان يساعدهن في الأعمال التي يقمن بها. ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد كان يخدم نفسه ويحلب شاته ويقوم بترقيع ثوبه ويخصف نعله، وكان إذا حضرت الصلاة خرج إليها دون تأخير صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه تعليم للأمة من أجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في القيام بما يستطيعه وما يتفق معه من مهمات البيت، وأن يخدم نفسه في بعض
الأمور، وأنه لا غضاضة في ذلك مع الحرص على أداء واجبات الله وحقوقه، وتلك موازنة بين كل الحقوق والواجبات التي تفرضها الحياة على الإنسان. ففي هذا الحديث يدل على فضيلة القيام إلى الصلاة إذا حضرت، وإلى ترك الشغل بعمل أي شيء من مصالح الدنيا إماما كان أو مأموما. وفيه أيضا أن الرجل لا بأس أن يساعد زوجته، وفيه اقتداء بسيد الخلق بسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولو اقتدى الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن لانحلت وزالت كثير من المشكلات الزوجية التي نسمع عنها اليوم. فإن المرء لا يعجب من كثرة ما يرى وما يسمع ويقرأ من المشكلات الزوجية التي تعاني منها الأسر والبيوت. وتشير الإحصائيات إلى أن معدل الطلاق في بلدنا وفي العالم الإسلامي وصل إلى حد مخيف وفي ازدياد مستمر. نعم، ومع هذه المشكلات الزوجية وكثرة حالات الطلاق نحتاج أن نستعرض كيف كانت الحياة في بيت النبوة، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته رضي الله عنهن، وكيف كان يصبر عليهن ويتغاضى عن بعض أخطائهن. فإن لنا في رسول الله أسوة حسنة، نعم، نقتدي به في هذا الشأن. كان صلى الله عليه وسلم يحرص على مجالسة زوجاته ومؤانستهن كل يوم، رغم شغله ورغم تكليفه بتبليغ رسالة ربه، ومع ذلك يجعل وقتا لأزواجه رضي الله عنهن. فعن ابن عباس رضي الله عنهما جميعا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الناس حوله حتى تطلع الشمس، ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهن، فإذا كان يوم إحداهن كان عندها. وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الأوسط وسكت عنه الحافظ. فانظروا إلى خلقه صلى الله عليه وسلم، ففي كل يوم من أول النهار له مرور على زوجة من زوجاته رضي الله عنهن للسلام عليها والدعاء لها، والغرض من ذلك أن يملأ البيوت أنسا ورحمة ومودة وحبا عليه الصلاة والسلام، فيسلم عند دخوله ويدعو لهن بالخير، بل ويقبل ويباشر. كما في المساء في رواية أخرى كان يدخل عليهن ويؤانسهن ويحدثهن. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدن من إحداهن، أي فيقبل ويباشر من غير جماع. والحديث في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر: الذي يقع في أول النهار سلام ودعاء محض، والذي في آخره معه جلوس واستئناس ومحادثة. وفي الليل كنا يجتمعن رضي الله عنهن في بيت واحد، فيأتيهن صلى الله عليه وسلم ويحدثوهن ويؤانسوهن ويأكل معهن العشاء في بعض الأحيان، ثم تنصرف كل واحدة إلى منزلها. يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، فكان إذا قسم بينهن لا ينتهي إلى المرأة الأولى إلا في 9، فكنا يجتمعن كل ليلة في بيت التي يأتيها، فكان في بيت عائشة، فجاءت زينب فمد يده إليها، فقالت: هذه زينب، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده، إلى آخر الحديث. إذا انظروا إلى حرص الصحابة رضي الله عنهم على نقل كل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما يحدث في بيته صلى الله عليه وسلم من أموره الخاصة، وذلك لمعرفة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل في مواقف الحياة المختلفة ليقتدى به في هذا الجانب.
في هذا الحديث يخبر سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان للنبي صلى الله عليه وسلم 9 زوجات، فكان إذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم لكل زوجة حظها ونوبتها في يومها وليلتها لا يرجع إلى الزوجة التي بات عندها أولا إلا بعد مضي 9 ليالي، وذلك لأنه كان يبيت عند كل واحدة يوما وليلة، وكانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعن كل ليلة في بيت الزوجة التي سيبيت عندها، وذلك للاستئناس بالنبي صلى الله عليه وسلم والقرب منه، ثم تذهب كل واحدة إلى حجرتها. وذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث في بيت عائشة رضي الله عنها، في يومها في ليلتها في نوبتها اجتمعت عنده زوجاته على عادتهن، فجاءت زوجته زينب بنت جحش رضي الله عنها، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى زينب كأنه يلاطفها، وقيل ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها عائشة، فهو بشر لأنه كان في الليل، وكانت تلك ليلة عائشة، كانت تلك الليلة من نوبتها، فقالت عائشة: هذه التي مدت يدك إليها هي زينب. وكأن عائشة رضي الله عنها أنكرت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يلاطف غيرها، لأن الليلة ليلتها وهذه نوبتها في حظها من النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من مد يده إلى زينب رضي الله عنها وتوقف، فتبادلت زينب وعائشة رضي الله عنهما القول والنزاع والشجار بسبب الغيرة حتى استخباتا، أي علت أصواتهما. في تلك الأثناء حان وقت الصلاة وأقيمت، فمر بهم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وهم على هذا الحال من اختلاط الأصوات وارتفاعها، فسمع صوت عائشة وزينب يتشاجران، فقال أبو بكر رضي الله عنه: اخرج يا رسول الله إلى الصلاة واجعل في أفواههن التراب، وهذا كناية عن الزجر ومنع ما يحدث منهما من خصومة وعلو أصواتهما. نعم، هذا من باب الكناية، انظروا إلى رحمة رسول الله، يسمع أصواتهما ومع ذلك يسكت عليه الصلاة والسلام ويعالج الأمر بحكمة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حق الله إلى الصلاة، فقالت السيدة عائشة رضي الله عنها لمن عندها بعدما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر رضي الله عنه: الآن يقضي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فيجيء أبو بكر فيفعل بي ويفعل. فهي خافت من أبيها، ولكن اطمأنت من جهة زوجها، أي إن أبا بكر إذا انتهى من صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي إلي ويعنفني ويزجرني زجرا شديدا لما فعلت، كما يفعل الوالد بابنته من التأديب ونحوه. ووقع ما خشيت عائشة رضي الله عنها، فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته جاءها سيدنا أبو بكر رضي الله عنه فلامها وزجرها زجرا شديدا على ما صنعت من رفع الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال سيدنا أبو بكر للسيدة عائشة: أتصنعين هذا؟ وهذا عتاب لها على ما كان منها من نزاع مع زينب عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث بيان ما كان من عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته، وما كان ذلك من ملاطفة لهن وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم معهن، وفيه كذلك القسم بين الزوجات، وفيه أيضا منقبة لسيدنا أبي بكر رضي الله عنه لما أشفق به على النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إشارة المفضول على صاحبه الفاضل بمصلحته. لقد كانت معاملته صلى الله عليه وسلم لزوجاته معاملة منقطعة النظير، يرى فيها الناظر والمتأمل والمتدبر في سيرته من أول وهلة حسن تلك المعاشرة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها عن موقف عظيم من المواقف التي وقع لها مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لمست فيه الرحمة والعطف،
ففي صحيح البخاري تقول رضي الله عنها: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه، وأقام الناس معه وليسوا على ماء، فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معه ماء. فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام، فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء. فقالت عائشة: فعاتبني أبو بكر. وقال رضي الله عنها: قالت: عاتبني أبو بكر، لم تقل عاتبني أبي، سيأتي بيان ذلك، شخصيتها قوية. وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك. انظروا إلى أخلاقها ومحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته. في حديث طويل أخرجه البخاري في صحيحه. الإسلام كما تعلمون مستمعي الكرام جاء بالتيسير على الناس في أمر التطهر والوضوء، فأمر بالتيمم بالتراب الطاهر وما في حكمه عند انعدام الماء أو عند العجز عن استخدامه. ففي هذا الحديث تروي عائشة رضي الله عنها أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وهي غزوة بني المصطلق سنة 6 من الهجرة، حتى إذا كانوا بالبيداء أو بذات الجيش، وهما موضعان بعد ذي الحليفة بين مكة والمدينة، وهم بهذا المكان انقطع عقد لها، وكان من جزع الظفار كما بينت الروايات الأخرى، يعني خرز يماني يجلب من ظفار على ساحل البحر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم هناك للبحث عنه. أوقف الصحابة رضي الله عنهم ونزل الناس معه، وكانوا لا يحملون معهم ماء ولا يوجد أيضا في ذلك المكان ماء. فأتى الناس يشكون إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما صنعت ابنته عائشة رضي الله عنها بهم، حيث كانوا أو كانت السبب رضي الله عنها في إقامتهم بذلك المكان على غير ماء. وفي رواية الصحيحين: فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماء فصلوا، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل عليها أبو بكر رضي الله عنها ليعاتبها في ذلك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم نائما وواضعا رأسه على فخذها متوسلا إياها. وفي ذلك إشارة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طمأنينة مع عدم وجود الماء، ويحتمل أن يكون نومه صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلم بعدم الماء كما قال الشراح. فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنها أو رضي الله عنه معاتبا إياها رضي الله عنها: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس بتأخيرهم عن السفر، وقال ما شاء الله من ألفاظ التأنيب، وجعل رضي الله عنه يطعن عائشة برفق برؤوس أصابعه في خاصرتها حتى لا يشعر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والخاصرة هي وسط الإنسان مما يلي الظهر، وهمت عائشة رضي الله عنها أن تقوم من مكانها وأن تبتعد عن موضعها، ولم يمنعها من ذلك إلا وجود رأس النبي صلى الله عليه وسلم. وانظروا إلى جمال المؤانسة، لم يمنعها من ذلك إلا وجود ماذا؟ إلا وجود رأس النبي صلى الله عليه وسلم على فخذها وهو نائم. فلما دخل عليه الصبح استيقظ وهو في حاجة إلى الوضوء، ولم يجد في هذا الوقت ماء،
فأنزل الله تعالى آية التيمم التي في سورة المائدة، وهي قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، على الراجح من الأقوال فتيمموا بلفظ الماضي أي تيمم الناس لأجل الآية كما في الرواية، أو هو فعل أمر على ما هو لفظ القرآن ذكره بيانا أو بدلا عن آية التيمم، أي أنزل الله فتيمموا، وكان هذا تخفيفا وتيسيرا عليهم ورخصة في التيمم إذا فقدوا الماء. وبينت الآية كيفية التيمم وطبقها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا قال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ فإن بركاتكم كثيرة، وهذه إحداها، ولعله يشير بذلك إلى حادثة الإفك. ثم أخبرت عائشة رضي الله عنها أنهم بعد ذلك أقاموا الجمل الذي كانت راكبة عليه، فوجدوا العقد الضائع تحته، وكأن الله سبحانه وتعالى أخرهم وأقامهم في هذا المكان لينزل عليهم التخفيف والتيسير. وفي الحديث بيان مشروعية التيمم وبيان سبب مشروعيته، وفيه أيضا تأليب الأب لابنته ولو كانت متزوجة كبيرة، وفيه شكوى المرأة إلى أبيها وإن كان لها زوج، وفيه دخول الرجل على ابنته وإن كان زوجها عندها إذا علم رضاه بذلك، وفيه اتخاذ النساء الحلي، وفيه أيضا استعمال القلادة تجملا لأزواجهن، وفيه فضيلة السيدة عائشة رضي الله عنها، وفيه أيضا تكرر البركة منها. فتأملوا مستمعي الكرام إلى هذه الرحمة منه صلى الله عليه وسلم، حيث أوقف الناس، أوقف الجيش كله، لأن عقدا لزوجته انقطع، ولا يريد أن يدخل على قلبها الهم والحزن على فقدانها لعقدها، بل قام بالتماسه بنفسه صلى الله عليه وسلم، وقام أصحابه معه، ولم يبرح ذلك المكان حتى وجدت زوجته عقدها. مستمعي الكرام، روى أبو داود في سننه بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدن من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو، ماذا قال عليه الصلاة، ماذا قالت رضي الله عنها؟ حتى يبلغ إلى التي هو يومها. في هذا الحديث العظيم تقول عائشة رضي الله عنها: يا ابن أختي، وتقصد عروة بن الزبير رضي الله عنه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكته عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدن من كل امرأة من غير مسيس. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما رأينا خير الناس لأهله، وأكثر الناس عدلا بين زوجاته، وأبعد الناس عن الظلم. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث لعروة بن الزبير: يا ابن أختي، وهي أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض، لا يميز إحدانا على الأخرى، ولا يظلم واحدة من أجل الأخرى في القسمة والنصيب منه كزوج. قالت: من مكته عندنا، أي من مبيته وجلوسه عند زوجاته، وكان قل يوم إلا وهو، أي وكان كثيرا ما يطوف علينا جميعا، أي يدور على زوجاته كلهن واحدة واحدة، فيدن من كل امرأة، أي فيقترب من كل زوجة من زوجاته، فيمكث عندها ويعطيها حظها منه من غير مسيس، أي من غير جماع ومعاشرة، من باب العدل، إنما كان يتفقد أحوالهن ويطمئن عليهن حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها، أي حتى يأتي دور التي عندها المبيت فيبيت عندها ويجامعها ويعطيها حظها منه كزوج. ولقد قالت سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، حين أسنت، أي حين وصلت إلى سن، إلى يعني كبرت في السن
وخشيت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا منها رضي الله عنه أن يطلقها، خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله يومي لعائشة، في حديث طويل معروف. المقصود من هذا كله أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك تأنيسا لهن وتطيبا لقلوبهن حتى ينفصل عنهن إلى التي هو في يومها، وبعد ذلك يترك أزواجه صلى الله عليه وسلم وقد امتلأت قلوبهم بالرحمة والمودة وبالأنس به صلى الله عليه وسلم. فكان نساء رضي الله عنهن لا يفقدنه، بل يرين النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم. فأين هذا ممن يهجر زوجته وممن يتركها الأيام والليالي بل الشهور والأعوام؟ ومن الناس للأسف من يجالس أصحابه كل يوم ويسهر معهم إلى وقت متأخر، حتى إذا عاد إلى البيت كان قد استفرغ جميع طاقته وقد نام أهله، فيلقي بنفسه على فراشه وينام. وهذا ليس من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث بيان حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان خير الناس لأهله. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة في حسن الخلق وطيب العشرة بين الرجل وأهله، وعلم الأزواج كيف يعاملون زوجاتهن وكيف يبنون العلاقة الزوجية على ثقة متبادلة وعدم الغيرة القاتلة أو سوء الظن المدمر للحياة. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم، يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول من روى الحديث، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيدنا جابر بن عبد الله، تذكرته، أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. وفي رواية أخرى بكراهة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراهة الطرق، ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. روايات تبين قيمة وقدر النبي صلى الله عليه وسلم. يخبر سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأتي الرجل المسافر ويدخل على أهله ليلا، ثم بين صلى الله عليه وسلم سبب النهي بقوله يتخونهم أو يلتمس عثراتهم، أي يظن خيانتهم ويكشف أستارهم، هل خانوا أم لا؟ فيكره لمن طال سفره أن يأتي على امرأته ليلا بغتة. فأما من كان سفره قريبا تتوقع امرأته إتيانه ليلا فلا بأس. ففي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا، وكان يأتيهم غدوة أو عشية، فكان لا يدخل عن أهله، لا يدخل على أهله صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر ليلا، ولكن كان يأتي غدوة وهو من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ويأتي عشية وهو من زوال الشمس وقت صلاة الظهر إلى غروبها، وذلك لأن إتيان الرجل لزوجته بالليل فيه مباغتة، وقد لا تكون مستعدة لاستقبال زوجها وقد غاب عنها مدة، فناسب ذلك ألا يأتيها ليلا بغتة. وفي هذا الحديث النهي عن التجسس على الأهل وعدم الدخول عليهم ليلا بعد الرجوع من السفر، وفيه الحث على إتيان أسباب التواد والتحاب بين الزوجين. نعم، هكذا يكون المؤمن في تعامله مع زوجاته ومع زوجته من باب أولى. فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام أنه ضرب امرأة أو أهان امرأة، لقد عاشت زوجاته معه صلى الله عليه وسلم عيشة كريمة ملؤها المحبة، ملؤها الصفاء، ملؤها الوئام، فلا صراخ ولا عنف. تقول عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب خادما له قط، ولا امرأة له قط، ولا ضرب بيده شيئا قط، إلا أن يجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى.
إذن في صحيح مسلم تقول أمنا عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، في رواية أخرى: ولا امرأة ولا خادمة. كان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، وكان يحب التيسير على المسلمين في كل الأمور، ومع ذلك فإنه كان وقافا عند حدود الله ومحارمه، ويغضب لله أشد الغضب حتى يزال الحرام. فكان صلى الله عليه وسلم يوازن بين ما فيه مصلحة للعباد وبين ما يكون حقا لله تعالى. في هذا الحديث تخبر أمنا عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضرب شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمة، لم يضرب آدمية، لأنه ربما ضرب دابة التي يركبها، ربما فعل ذلك، وهذا من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب أحدا بيده، وحتى الدابة ما أظن أنه فعل ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما خصت المرأة وخصت الخادمة بالذكر اهتماما بشأنهما ولكثرة وقوع ضرب هذين والاحتياج إليه إلا أن يجاهد في سبيل الله، فإن ضربه وبطشه بيده لم يكن إلا من باب الجهاد ومن باب رفع راية الإسلام. ثم أخبرت رضي الله عنها أنه كان صلى الله عليه وسلم يتسامح في حق نفسه، فيعفو ويصفح إذا أوذي من أحد، وهذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، أنه لا يضرب أحدا على شيء من حقوقه الخاصة به، لأن له أن يعفو عن حقه وله أن يأخذ حقه. أما عند الوقوع في حرمات الله فإن تسامحه وصفحه يتحول غضبا وانتقاما لله عز وجل من باب الإخلاص، لأنه صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على ما يغضب الله تعالى، فهو يشرع لأمته. وفي هذا إرشاد للمسلمين أن يكونوا على قدم الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في احترام الناس، وفي تقدير الزوجات، وفي تقدير الناس جميعا. ومن صور تلك المعاملات الحسنة والعشرة الطيبة ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم في بيت الزوجية من مداعبة ومن مضاحكة حتى يدخل السرور على قلوبهن. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أبو داود بسند صحيح، قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو خيبر، وفي سهوتها ستر، فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة رضي الله عنها، لاعب يناسب سنها، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، فقال: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت: فرس. قال: وما هذا الذي عليه؟ قالت: جناحان. قال: فرس له جناحان؟ قالت: أما سمعت أن لسليمان خيلا له أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجده. كان صلى الله عليه وسلم يقدر الأمور بقدرها، ويعرف لكل إنسان ما يناسب حاله من حيث السن والقدرة العقلية وغير ذلك، مع حفاظ على ثوابت الدين وأوامر الشرع. في هذا الحديث تحكي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك أو من خيبر، أي رجع النبي صلى الله عليه وسلم من إحدى غزواته، إما من تبوك، إما تبوك وإما خيبر، وتبوك في أقصى شمال الجزيرة العربية في منتصف الطريق إلى دمشق، وخيبر مكان قريب من الطائف كان يسكنه اليهود، وفي سهوتها ستر، والسهوة هي المكان الذي أمام البيت أو جزء محفور في الجدار يوضع فيه الأشياء كما هو معلوم. فهبت ريح فكشفت ناحية الستر عن بنات لعائشة اللعب، نعم، أي فحركت الريح أطراف الستار فانكشف ما وراءها، وهي بنات أي ألعاب مجسمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا يا عائشة؟ قالت: بناتي.
ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع، أي رأى لعبة على هيئة فرس له جناحان من القماش أو الجلد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت عائشة: فرس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما هذا الذي عليه؟ قالت عائشة: جناحان. قال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا لها: فرس له جناحان؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أما سمعت أن لسليمان خيلا له أجنحة؟ قالت: فضحك، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى رأيت نواجذه. نعم، وفي هذا كناية عن شدة الضحك. وهذا الحوار بين النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته عائشة يدل على أنه يستوضح الأمور أولا، ثم فيه ما فيه من المؤانسة ومن مراعاة أحوال زوجته ومن حسن عشرته صلى الله عليه وسلم لها ولهن جميعا، وفيه أيضا من الضحك معهن. فكم أدخلت تلك الابتسامة منه صلى الله عليه وسلم من السرور على قلب زوجته، وكم كانت لتلك المداعبة من الأثر الحسن على مشاعر زوجته. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا على سنته، وأن يخلقنا بأخلاقه صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية، والله يقول الحق ويهدي السبيل، والحمد لله رب العالمين.